حفل يا شباب الهدره مثل المزل ومن دعاهم للحرب داع الوطن. حف يا شباب الارعب ورث للعدا الام لطرف الليل ام الفاجده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مضايف أهلنا. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. المشاهدين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. أعزائي ضيوف حلقة هذا اليوم من الموصل، من نينوى، مدينة الرماح، الحدباء، أم الربيعين، المدينة العربية، قلعة العروبة، الموصل، ناسها وأهلها وأهلها الشجعان النجباء. رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، شعراء شباب. حقيقة اختارينا حلقة هذا اليوم من الشعراء الشباب واللي يحملون يعني صور شعرية ومآسي وقصص راح ينقلونها لكم من خلال القصيدة والحديث والصور اللي صارت عليها هم المأساة. الأخوة الأعزاء
الشعراء الأخ الشاعر يوسف العقيدي، حياك الله أبو يعقوب. الله يسلمك أبو معمر، الله يسلمك، هلا بيك وبيك أكثر. أيضا الأخ الشاعر يحيى العراقي، حياك الله يحيى. حي من قال أبو معمر الغالي، الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. والأخ الشاعر علاء الحديدي، تحية والدوم. تحية والدوم، مرحب يا ابو معمر، تحية والدوم. والله احنا سعداء بهذا التواجد بقناة الفلوجة، حياكم وبشوفتك سعداء. احنا ان شاء الله اليوم ننقل آلام الموصل ووجعها. ونعم منكم، حياكم الله، اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، يعني شوف اخذنا الالقاب لهذول اهل الموصل الحقيقيين، العقيدات والحديديين والعراقي، العراقيين يعني رائع، من 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 ابطال ورجالات الموصل، نجم العراقي الله يرحمه، واحد من الرجال. فاحنا نقول اهلا وسهلا بالاخوه الاعزاء ابناء الموصل، وحياكم الله وساعة المباركه. حقيقه يعني هي ممزوجه بشجن، ممزوجه بألم، يعني راح تكون حلقه هذا اليوم، ونترك الحقيقة التعبير لقصائدكم وقوافيكم. والأخ العزيز الشاعر يوسف العقيدي، حي الله عيال الأبرز. من قال حي يا هلا، الله يسلمك. والله قصيدتي انولدت حينما دخلت للمنطقة القديمة، الموصل القديمة، عدفتر بالعوجات مالتها، يعني الفروع او الدرابين، او الفروع الضيقة اللي ما تفوت بيها، يعني الشوارع الصغيرة، سيارة وهذه. فمن فتت شفت الوضعية والحالة، عبارة عن مقبرة مو منطقة أبد. فاستذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور، ربي ذاكر بس مقابر ما ذكر موصلنا ليش، ربي ذاكر بس مقابر ما ذكر موصلنا ليش، ربي شنه اللي بينا عايش بالوطن، منه اللي يعيش، منه اللي يعيش، ربي شعتب، ربي شكتب، ربي موصرنا سراب، رايد اعرف شغله وحده، بعد هذا صار بينا هم يمر بينا العذاب، ربي عن الموصل احكي، ربي عن الموصل احكي، ومن اسم موصل فراق، موسى وينك صرنا نيل وبينا شق ويشبه النيل العراق، موسى وينك صرنا نيل وبينا شق ويشبه النيل العراق، والشوارع كلها ليل، كلها ليل، وشمعة العميان حايط وماكو حايط واقف لنا، كلها نامت على الرصيف، الله أكبر، والشوارع كلها ليل، وشمعة العميان حايط وماكو حايط واقف لنا، كلها نامت على الرصيف، واللي يتامل فوقه قعدت كلها تصرخ يا شريف، عمي ما ردنا عمارة، عمي بس ردنا رغيف، الله الله، عمي ما ردنا عمارة، عمي بس ردنا رغيف، كل شي مريمنا وتقدم، كل شي مريمنا وتقدم، وللأسف ما مر شريف، وكل شي عندك ما يشبهك، كل شي عندك مو نصيف، المضايف هسه قعدت، هسه حيطانك مضيف، يا الله، المضايف هسه قعدت، هسه حيطانك مضيف، والشمس طلعت علينا، والشمس طلعت علينا ولبست ضوها غيوم، وعلقت خيط على خدها وعلنت بهالضو حداد، شافت الجثة على جثة من المآسي، هالشمس صارت سواد، والهضيمة والهضيمة كل شي ضاق وما يسعنا، والهضيمة كل شي ضاق وما يسعنا، والهاي ملشومة الهضيمة، كل شي شفنا الروح تطلع من أمل، كل شي شفنا الروح تطلع من أمل، وهالأمل نائم بترابك القديمة، وهالأمل نائم بترابك القديمة، وجلد وعظم ظليت، جلد وعظم ظليت، ما ظلي أفراح، موصل تراب تصير معقولة أرتاح، يا حي سلام، بارك الله بيك، صح بيك. الله إنسانك، صح الله بدنك، تسلم تسلم تسلم، الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، احنا حقيقة لكون أن معنا أيضا الأخ العزيز المعزب، وهو أقدم من الشباب، وهو اللي كان دليلهم ومعزبهم، الأخ الفنان الكبير أحمد جحيشي أبو حمودي. ف
فحيا الله الاخ ابو حمودي معزب الرحمن. الله حياك الله. حيودوم حيودوم. الاخ العزيز يحيى العراقي، قلت لي يعني من عائلتي ايش كثر راحوا؟ ايش كثر من عائلتك راحوا؟ يعني من عائلتي اللي راح ابويا الله يرحمه، وابن اخويا طفل صغير ما يتعدى 6 سنوات، نعم، وابن عمي، نعم، وولاد عمي وبنات عمي وزوجهم وياهم، يعني عائلة كاملة مسحت عائلة كاملة. الله يعين. الله يرحم والديك. فأنا بالبداية راح أقرأ 3 أبيات للموصل، إهداء للموصل وأهل الموصل، وبعدها عندي عتاب على السياسيين. طيب. راح أعوفك، قررت وأبعد وأروح، وقلبي بعد الصار يمكن هم نوى، شلت رجلي بإيدي لما مشيت، أدري ما يمشن لو انطولك هو، ومن مشيت العلم عاتبني ويقول وين رايح وانت كلك نينوى. الله الله جميل. واعتب على السياسيين اقول ايش قد ماتوا شباب، ايش قد ماتوا شباب وشعره ما هزيت، هو العدل يمك ضاعت حقوقه، راح اترك شغلتي واشتغل دفان لان هو الوحيد المشتغل سوقه، قلت لي طويها خاطر نبدي من الجديد، شلون اطويها قل لي وهي مشقوقه، حلم البيت عفته قمت ابني احلام، فزيت الصبح من راسي مبيوقه، الله كنت عايش ببيت وداعتك موزون فلشت علي طابوقه طابوقه، الله اكبر كنت عايش ببيت وداعتك موزون فلشت علي طابوقه طابوقه، نحلم بالخبز كنا بهذاك العوز وهسه الخبز يمنا ونحلم نذوقه، الله اكبر الوادم بالشتا تلقاها بردانين كان ليش بشتاكم ناس محروقه، الوادم بالشتا تلقاها بردانين كان ليش بشتاكم ناس محروقه، محروقه وتلمه براسي تفتر وانا مو ناعوه، ليش الموت عندنا مفحط بشوقه، الله والسلم علينا نرد له فرحانين، الحمد لله يغالي الحاله مسحوقه، الله الحاله مسحوقه الحمد لله يغالي الحاله مسحوقه، الصدر يضيق يطلع يشهق النسمات، وين نطلع اذا النسمات مخنوقه، وين نطلع اذا النسمات مخنوقه، وعلى طار الاكل كلتنا جوعانين نتعشى لطم واللي يبقى تريوقه، الله 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 نتعشى لطم واللي يبقى تريوقه، يا لطيف الله يعين الله يعين، بارك الله فيك، صح الله لسانك، صح الله كريم. الاخ العزيز الشاعر علاء الحديدي، عندك الله محيص لك عندك يا ابو معمر، احنا قلناها ببدايه البرنامج ننقل الام الموصل، يعني انا احكي حادث وقع وياي انا شخصيا، نعم، انا اسكن بالايسر الموصل جانبين ايسر وايمن، نعم، تحرر الايسر قبل الايمن وتجينا اتصالات من الايمن، نعم، تعرف فلان اي فلان اعرفه هذا مات ودفناه بالحديقة، الله الله فلان وفلان وفلان كلهم ماتوا ودفناهم بالحديقة، فكتبت عليهم أقول الحدائق للورد بس عدنا للميتين، للأسف الحدائق للورد بس عدنا للميتين، إذا الميت ورد يا مقبرة لفة، الله هل هلتولهم زفيتهم للموت، ترى الماتة وشباب استاهلة وزفة، الله الله البردة وما لقوا كومة حطب يدفون بتعب حيطان بيتك موت والدفة، البردة وما لقوا كومة حطب يدفون بتعب حيطان بيتك موت والدفة، هناك إنسان ملوا كثر ما يدورون لقوا لشتة أظن بس ما لقوا شفة، الله أكبر ضموا مي ورد شكليت للتحرير طشوا روحهم لأرواحهم ترفة، أقضقض وارتعد وارجف بطاري فلان حضن قبره قبل لا يحضن بولفة، الله أكبر أقضقض وارتعد وارجف بطاري فلان حضن قبره قبل لا يحضن بولفة، وتبكي المدرسة ويزعل ترى الطبشور إذا سمعوا شهيد وجنطته بصفة، الله أكبر تبكي المدرسة يا أبو معمر ويزعل ترى الطبشور إذا سمعوا شهيد وجنطته بصفة، العابر بالعمر ما همني لما مات انهدم حيلي بطفل ما عابر اللفة، الله أكبر العفة حشايتي لقوها جوا البيت
جو البيت ميته مكفن بشالم وهل العفه الف مجلس عزاء والف بالدخان واشرب نار قلبي واحرق الشفه الف مجلس عزاء والف بالدخان واشرب نار قلبي واحرق الشفه العفه حكاية تلقوها جو البيت ميته نعم مكفن بشالم وهل العفه الله اكبر ميته ميته يا ابو معمر مكفن بشالم وهل العفه العابر الله يعين الله يعين ايه ميت مكفنا بشالم وهل العفه الحرب ضد البلابل والفرق بالصوت البلبل بالحرب ما ينسمع عزفه عيشني بوطن كون الوطن بخير حيل اشتهت روحي حكاية المنفى نعم حيل اشتهت روحي حكاية المنفى الله صح الله لسانك تسلم تسلم بارك الله بيك احمد جحيش يا اخوي ابو حمود يا الله يا الله اخوي عدار عمر احنا هم عدار هم انا حالي حال الجماعه هم عائله عمي في التحرير مال الحسجه يحييكم الله كلهم دفناهم بالحوش ولذلك يعني هذا الشجن واللي راح تسمعنا العذابه الحزينه الله يصبركم ان شاء الله ويرحمهم برحمته اللي استشهدوا تدلي الترا
شوف ما ادري ايش بك واماني ابو معمر تعيش 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 عزيز الله يعين جدن بيني واللي عم يا ليال الليال الجوم نبات جدن بين الليال الجوم اي والله جدن بين الليال الجوم ابو يا ابو جدن بين الليال الجوم نبات عليها ومبدل الاغماق نبات على حالي ويا تسال على حالي يا خايباني انا ابات اي والله يا ابو يا تسال على حالي خايباني فوق جانون الغضب والله عاد بكل ارتبي نوح يا خايب البوم ثال اللي يا 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 بكل ارتبي اصحب ورج روح اوف يابا اوف يابا وليما ترى بسحب ورج روح طبيبنا ما فاود يا ويلي هذا انا 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 بسحب ورج روح والله وتعيش تسلم ما تعيش تعيش ما قصرت تسلم وتعيش شباب هسه قاعد هيقول للانتخابات خلوا مراكز انتخابية تحديث بطاقات الناخب المهيئين الناس النازحين وضع الساحل الأيمن شلون سولف لنا يوسف والله أنا ذاك اليوم لقاء قناة طرقت على هذا الموضوع إيه؟ يعني هسه مخلين المدارس مدرسة مثلاً واحدة مثل على منطقة كبيرة حيل زخم ليل 12 بالليل ليل 10 بالليل وتعرف هاي عائلة لازم تروح الكل فهذا الموضوع لازم يخلون أكثر من مركز على مود بطاقة الناخب ليش بسبب الازدحام والضيق احنا فوق ضيمنا وفوق القهر ونرجع من قفصرة هسه أبسط مثال أبسط مثال هذا الجنسية من 10 بالليل عيباته لي ثاني يوم على شباك واحد الله شباك على هذا الزخم افتح اكثر من مكان اكثر من دائره على شغله الناخب هاي الهويه بطاقه مع الناخب إيه؟ خلي ماكو موظفين كثير شباب متطوعين قاعدين ياخذون راتب قاعد ما يحتاج هذول إيه؟ شباب متطوعين للموصل إيه؟ منظمات هسه كلها عاد تشتغل مجاني وكلها عاد تشتغل تروح للموصل كراما للموصل من ضمنها ابسط مثال شباب ام اصدقائنا والله يحفظهم ان شاء الله حمله الدمبر سموها إيه؟ أين ينظفون بها القديمة نفسهم
منظمات شبابيه، منظمات مجتمع مدني، هم نفسهم يشتغلون، ما لهم شغل، لا حكومه محليه، فرق تطوعيه، ولا الحكومه ذيك اللي ببغداد، ما لهم شغل، ابد ماكو، ابد ماكو. هسه خلي يريدون شباب، احنا مستعدين نتطوع لاي امر باي مكان، يفتحون دائره مجاني في سبيل مساعدة هذا المواطن المظلوم اطلع من الحرب. اي والله فيه. اللي شفنا ضيم وضلايم للاسف للاسف. أيوة زين، يعني هسه شحشون يا الناس هذول جايين مرشحين هسه، اي وين تلطشون صوركم وهذه؟ اذا انتم هذا وضع المدينه، يعني ايش تحشون يا الناس؟ عاونوهم وافتحوا لهم مراكز، ليش باش واحد هالالاف عليه؟ ليش؟ على كل حال ايش راح تختار لنا الاخوه المشاهدين؟ والله كيفك وكيف وجدانيات، يعني غير هالخط هذا شويه، هذا قهر الناس قامت تبكي وجداني سماه. فاقول روحي خضرة، روحي خضرة وصوفرت لحظه جفاك، وعيني لبست ليل والدنيا سراب، وشمسي راحت غيمت حتى تشوفوف، وروحي تمشي خيال والصف عذاب. ايوه مطرة جفوفي سلام وماكو ناس، مطرة جفوفي سلام وماكو ناس، وانا ما شايف قمر لابس حجاب، انا ناطر، انا ناطر جيتك بيا تعيش، تمحي عمري اللي سكن بيه التراب، تراب يعني اضحك خاطر الدمعة تضيع، يعني اضحك خاطر الدمعة تضيع، وانا شقق بالفرح زيج الثياب، انا مو تعبان بس ما بي حيل، انا مو تعبان بس ما بي حيل، قليبي لكن ينفطر وقت الغياب، وقت الغياب، جدمي جدمي تمشي تريد لو فرحة تريد، وروحي ترفى ولكن بحلق الذئاب. الله 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 عليك. جدمي تمشي تريد لو فرحة تريد، ايه، وروحي ترفى ولكن بحلق الذئاب، كافي عاد الليل غصة بعيني صار، وكافي هم سوال فتفطر شباب، شباب يم تعيش بحالة مباوز جفون، واكسر بليلي وطير اي عتاب، وانا ما شايف ابد نورس يخون، وانا ما شايف ابد نورس يخون، وانت تعرف زين كل وقت الغراب، الله وانت تعرف زين كل وقت الغراب. جميل، صح الله يسلمك، الله بدنك، الله يسلمك. تحية لأخوانا الأعزاء شعراء محافظة نينوى، وفي مقدمتهم الأخ محمود عبد العزيز بركان، والأخ صدام السحيل، وعبد الواحد البدراني، وكل الشعراء، كل شعراء الموصل مبدعين، تحياتنا لهم، نوجههم تحية من هذا المكان. أي أخو يحيى العراقي، هي ودوم أمون نقرا وجداني على راحتي، أعاين عالصور والذكر الفات، أعاين عالصور والذكر الفات، والذكر الفات، إيه، وسولف ويا شكلك شيل مكفاك، الله، ولك طرواك يوجع حتى الهدوم، الله، عافيتي بغيابك صارت رباك، أطير من الفرح وتخطى للغيم، لو بالحلم أسمع طاري ملقاك، وإذا فد يوم بي تمرخ الشوق من الصورة أطلعك وأقعد وياك. يا حلو، جميل. سافرًا سافرًا ضحكاتي نسمة بنص جزيرة ريح والدنيا ضباب، وفجأة قعدت يمي بسمة اشتاقت الآخر غياب، خاف أشوف أن روحي شجرة وفوقها يعشعش غراب، خاف أدور وحدة حلوة وألقى تاليها سراب، الله، يمتى تتمرخ ضحكتي، يمتى تتثاوب فرحتي، يمتى ألقى جروح خضرة بس شرط ما بيهن انتي، احترق وطفة بدمعتي، واقف وركضة حسرتي، هي شعفتيني بغربتي، هي شعفتيني بغربتي، اخ لو اقدر اجيلك كان صفني شلو صفنتي، الله، انت رحتي وانا ظليت بقهر، والله لو ردني يسولف كان يحكيلك نهر، حلو. انت رحتي وانا ظليت بقهر، ايه، والله لو ردني يسولف كان يحكي لك نهر، ايه، الذكرى لحظه وبيها اتلفلف شهر، الله الله الله، من نعس اختنق باخر سهر، كافي خلص كل شي بيه، كافي ردي لي عبير، انا مو فرحان يمك، انا يمك بس اطير، الله، انا مجهول المصير، الحيره من تمر علي القاها قدامي تحير، عفتي بي هموم خشنه وانا حاسدهن حرير، عفت طولي بقطره يغرق وانت طولي تشنبير،
انت عندك غيري عشرة وانا بس عندي ضمير. الله الله الله. انت عندك غيري عشرة وانا بس عندي ضمير. كلمة الله وياك تذبح للعشق هو وصغير. وانا عمري شوية احبك وهسه اكبر من كبير. حلو. خايف احلم اقعد واشتم حضرتك. خايف اصفن والقى شبان الوقت كلها بصفنتك. يلي عفت انسان يفهم شنه ببالك يدور. أنا خلصت روحي بعدش وانت خلصتي البخور. الله. أنا خلصت روحي بعدش وانت خلصتي البخور. حلو جميل. تسلم تسلم. الله يسلم. تعيش. أخوي علاء الشعراء اللي موجودين الآن بالموصل يعني تلتقون مع بعض، عندكم منتديات، عندكم رابطة، عندكم يعني مسرح أو نادي مثلا تلتقون به؟ طبعا احنا عندنا يعني احنا اول شيء جمعيه الادباء الشعبيين. نعم. احنا كشعراء تابعين لهاي الجمعيه. نعم. اللي هي برئاسه الاستاذ ابراهيم السليفاني ونوجه له تحيه من خلال تحياتنا لابراهيم الله شاعري. فمنتديات موجوده بالموصل. نعم. والشعراء اكيد تلتقي. والحمد لله يعني هسه الحركه الشعريه رجعت تنشطت من جديد. نعم. شلنا في سبات مجبورين عليه. نعم. يعني خارج إرادتنا. أكيد. والحمد لله هسه النشاط الشعري والمنتديات موجودة بالموصل. ممتاز ممتاز. إيه نختار الأخوة المشاهدين. أختارهم للصحبان. الله الله. ملقطين أصحابي ما يتغربلون. عافية. ذقاء. ذقاء ملقطين ملقطين أصحابي ما يتغربلون منبش من أختارهم وين الفطن. عافية والله عافية الحديدي عافية. النعم منك. ملقطين أصحابي ما يتغربلون منبش من أختارهم وين الفطن. الشيب مرني وحسبت لا يزعلون قاعد براسي القطن صوت القطن. الله الله. صاحب الحتة بخواتن طيلة راي. ايه. ينطن لفلان لو ما ينطن خبزة صايرني بوقت ما بي رغيف ويقحط سنين القحط واللي يقحطن. الله الله. خبزة صايرني بوقت ما بي رغيف ويقحط سنين القحط واللي يقحطن. أمي قالت مو رفيجك هذا أخوك. عافية. هذا حسبالك لف بثالث بطن. الله الله. أمي قالت مو رفيجك هذا أخوك هذا حسبالك لف بثالث بطن. يما دقوا بابنا بنية حلال. حلو. قبوا عنهن قبل لا يشرطن. الله الله. قبوا عنهن قبل لا يشرطن. يابسه سوالف زعلنا وبيها طيب وبس يلوح عنهن هو ويتقشطن. يابسه سوالف زعلنا. نعم. وبيها طيب وبس يلوح عنهن هو ويتقشطن. نعم. دموع واحدهم لما يبكي بنحيب كل قومت ناقط من ينقطن. عندي صاحب نسى عيونه ببيتي فات. قال فوتهن شرطي تقمطن وعندي صاحب ما يحطن بيده سيف هن السيوف بشوفوا فيحططن وعندي صاحب ما يحطن بيده سيف. الله الله. هن السيوف بشوفوا فيحططن. ايه. وعندي صاحب بير بير ما يوصل لجود. الله الله. اش ما تزيد اسراره بد ما ينوطن. لطيف. وعندي صاحب ماي ماي من عطش لزيز ما يهدني الماح شاير وطن. الله الله. وعندي صاحب شبع بصحن اليتيم. كفو. نعم منك. عندي صاحب شبع بصحن اليتيم لو طلق مصحونتك يتنوطن. انا راقب صاحبي وضامم له خيط جروحه قبل جروحي من يتخيطن. عافيه. جروحه قبل جروحي من يتخيطن. والله عافيه الحديد. تسلم. صح الله انسان. تسلم وتعيش. اي والله. النائل 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 ابو حمود. اي والله ابو معمر تحياتي للاخ والصديق وابن العم الفنان عبد الله جحيشي قلت لك سابق عليه. تحياتنا له وهو مدعو ان يشارك ويانا ان شاء الله بالحلقات الجايه. تحياتي للشاعر صالح ابو عبير السبعاوي من كبروك هذا النبي والتدار ابو بدار لو الا يا عفيف. يعني تحياتنا له. حويجه
اي والله يقول ابو رازق يقول هذه محل العتابه اي والله نقول يا ولي عم يشو لهم لا هم رهين ولا هم غياب ترجاهم الحالتين ماكو ويلي ترام والحزا معوزين يا مرحبا يا باه ويا حيف غطاهم يا حيف غطاهم اي والله الرجال الصناديق الشجعان ناعم ترام والحزا يا ولي عم يا تراب الحزن واللي غبره ويا حيب غطاهم اي والله يجرح يجرح النائي يا ابو تسلم تسلم القلبين معودين يا ولو
وش اسوي له ما ادري وش اسوي له مضيع ولي فجال يا معودين يا ولو والله وتعيش يا ابو حمودي تسلم ما قصرت تسلم تعيش تسلم الاخ العزيز عبد الله من محافظة بابل أستاذ جامعي الدكتور ماجد مرهج الملحان السلطاني يحب هاللون هذا النايل ويتصل بي أخوك تشثرونا من النايل والله فتحياتنا للأخ أبو هارون وكل الأخوة المشاهدين وعودة للأخ يوسف يوسف ايش تختار لنا موقف قصيدة خلتك تكتب هذا الموقف خلاك تكتب القصيدة ومتأثر بها تعتبرها من القصائد يعني تعتز بها والله اللي أثرت بي حيل أثناء سقوط منارة الحدباء الله 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 هاي أثرت بي بشكل ما طبيعي يا الله فكتبت عليها نعم فأقول حل جوش ببرودة وحوش بالتاريخ ايه نصرت علينا كل حل جوش ببرودة وحوش بالتاريخ ما يعرفون معنى حجار حضرتها وصفوا ليش طاحت بيد ناس انجاس من طاحت عيون القاع بتشتها بتشتها اي والله من طاحت عيون القاع بتشتها عليك دموع هلا تغرقت قيعان وتظل هيبة وفخر بخيال وقفتها نعم وما شايف حضارة موت خاطر ناس مع الأسف وما شايف حضارة موت خاطر ناس تشق الروح تبقى مثال شيلتها وما مالت جبن مالت قهر بالجاي عرفت هيش بيد انجاس موتتها يا الاسمك يا الاسمك علم كل من يمر يقراه توقع الدنيا لولا تطيح دمعتها الله الله توقع الدنيا لولا تطيح دمعتها وألف وصفة يا رب تصير كوم أحجار ألف وصفة يا والله ألف وصفة يا رب تصير كوم أحجار ويا إيد التساعد شيل تربتها ودعنا التراث وغاب عن العين بس تبقى المنارة بروح حضرتها إن شاء الله بس تبقى المنارة بروح حضرتها وحقهم وحقهم فجروا هذه المنارة بساعة خافوا حيل والله وحيل وقفتها الله الله قارمني الزمان وحيل حدباي اي نعم قارمني الزمان وحيل حدباي وونونت يتيم واخ الله حدباي يا هالبكيت حتى تراب حدباي حدباي تظل موصل عزيزة وموصلية إن شاء الله تظل موصل عزيزة وموصلية إن شاء الله تسلم تسلم صح الله لسانك تسلم الله كريم يبنونها أهلها إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله يحيى مش تختار سمعك زهيريات على راحتك زهيري إيه دار الجفوها حلي الله الله الضيج ما ردها من يوم راح الونس والخير ما ردها ما ردها لنساها غصب علي ما دام ما ردها فارش هموم الهجر ودموع حسبيها الله الله وما كل أصيل الأصل بالضيم حسبيها اي أيوة والله وما كل أصيل الأصل بالضيم حسبيها إيه؟ للشامت ما فهم كلمات حسبيها دار جفوها هلي لو جنة ما ردها لو جنة ما ردها لو جنة ما ردها يا الله حلو ودار جفوها هلي ما زين جاسرها يا حيف بس الردي مربيها جاسرها جاسرها والعيب سير علي ما شفت جاسرها مفضوح بين الخلق وسهامه منصوبه ياه ولما انحضنت السهم عاينته منصوبه ايه النار في داخلي ما اقول منصوبه النار بي اشعلت من عفت جاسرها من عفت جاسرها النار بي اشعلت من عفت جاسرها جميل جميل تعيش هلا هلا تسلم الله حلو سيريا انا شريعه ما اردها اي والله اي اخوي علاء عندك يا ابو معمر اكو هسه حاليا بدت هاي مال المرشحين و... ايه ايه هاي ايه سوالف نعم يا اخوي اي والله اقول يمكن لفانا صواب المغطايات يمكن لفانا
يمكن لفان صواب المغطايات كشفهن الله وطلعنا حزاب ابليس. الله الله الله. يمكن لفان صواب المغطايات كشفهن الله وطلعنا حزاب ابليس. ما يسألوك اش كبر عقل الوياك، ايه بس يسألوك اش كبر جايب لك تشيس. ايه من الشتف ما تشول، من الشتف ما تشول، ظل بيك عظام. نعم. والباقي منك للشرب وللتغميس ميت برد بس ما تدفالي بصوت. الله. ميت برد بس ما تدفالي بصوت، واطرب علي كنسون بيكم تكنيس. تكنيس. ما تشتريني ومن هو قال لك للبيع؟ نعم. ما تشتريني ومن هو قال لك للبيع؟ انا اشتريك بقطفه بيعك تفليس. اي والله. لا يعلى صوتك، لا يعلى صوتك. راح عمر البليان. نعم. مو تدري ذاني من العصف مسدودات، جروحي لا جمهن بقوة داود، لا فكر سمهن وعدل المقلوبات. الله الله. عطشان أحد قال لك أنا العاقول؟ لا. عطشان أحد قال لك أنا العاقول؟ ولازم أظلم تاني مي المغيمات، مربية ماي وندم طيك وقداح، بس لا سراب تصير شايل قطرات، شايل شفن بلساني لا تقل لي تموت. نعم. شايل شفن بلساني. ايه نعم. لا تقل لي تموت. ايه. طز بالحروف البلسن معقودات. اي والله. ارفض بصبعك حط حلق بي خيثور. نعم. ولا يغرنك حبرهم كذاب. كذاب. شايف عباية دين مليانة جيوب. لا والله. شايف عباية دين مليانة جيوب. شايف عمامه يبات فوقها غراب. ايه. ملينا منهن سبحتك والمسواك. اي والله كل البلا من وراء. ملينا منهن سبحتك والمسواك، يوميه صوره بحضره صوره بمحراب، قوم امشي ما يمشن هذن، ما يمشن ما عليهم. يمشن هذن مكشوفات. اي والله. اطلع من سرداب ارجع بسرداب. اي والله. مليت اشوف الوطن عكازه وشيب يا حي. مليت اشوف الوطن عكازه وشيب. احنا الشباب نرجع الشايب ان شاء الله. شاب احنا الشباب نرجع الشايب. شايب. والله ونعم بكم البركه. والله ونعم عافيه. اي والله. طيب راح نسمع عندنا عندنا دقيقتين. اي بطف نوري عقب ما جان شمعاني، يا بطف نوري عقب ما جان شمعاني، يا بطف نوري عقب ما جان. ليش بطف نور عقب ما جان شمعة، وين وعنيني أكثر من المحروم أشماعة. أنا 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 وصفك دكتور لي أنت شمعون. أي والله شمعون يا أبو جورج. وصفك دكتور لي انت يا شمعون، او انت الموصوف للعل الدواء. انا وصفك دكتور لي انت يا شمعون. يا بشر هذا ايه مو انت دكتور سهل هاي ادهون العلاج سهل. هذا طبعا مشاعر صالح ابو عبير. وصفك دكتور لي انت يا شمعون، او انت الموصوف للعل الدواء. والله عاد ادوي ما واللي يسي خايب للمقتف على حبابي. اي والله اي والله. أني أدوي ما ولي سدوي.
قال ضيعت مخلص يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا باه ضيعت مخلص خايب قال للموت ما اسلى تعيش تسلم يا ابو حمودي. اعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقه. اولا نقول ان شاء الله هذا البرنامج يكون شعراء العراق من البصره الى اعلى سنجار ومن الحدود الاردنيه الى دياله لكل الشعراء المتمكنين ان شاء الله لهم الفرصه ان يشاركون من كل المستويات. ف أعزائي المشاهدين لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن توجه بالشكر الجزيل للأخوة شعراء الشباب اللي حضروا اليوم، الأخ الشاعر يوسف العقيدي والشاعر يحيى العراقي والشاعر علاء الحديدي والفنان أحمد الجحيشي. أيضا التحية والسلام موصول لفريق العمل كل من باسمه، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفية شباب الهدرة ومثل المزل ومين دعاهم للحرب داع الوطن. عفية شباب الأرحب ورث للعدى الأم طرف الليل نوم الفاجده.